أتعلم أن هناك أناسا سيخرجون يوم القيامة من القبر إلى الجنة بغير حساب وبغير ميزان، ولا يشعرون بأهوال يوم القيامة؟ ولكن قبل أن أحدثك عنهم، استغفر ربك في التعليقات واضغط إعجاب وشارك الفيديو حتى يصلنا الأجر جميعا. هيا بنا نبدأ. يوم القيامة سيخرج طائفة من المقابر إلى الجنة مباشرة، فسيسألهم رضوان خازن الجنة: إلى أين أنتم ذاهبون؟ أنتم لم ينصب لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان، فكيف تدخلون الجنة؟ فسيجيبونه ويقولون: ألم تسمع قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ فسيسألهم: وكيف كنتم تصبرون؟ فسيقولون: نحن إذا أسيء إلينا حلمنا، وإذا جهل علينا غفرنا، وإذا أذنبنا استغفرنا، وإذا أبتلينا صبرنا، وإذا أعطينا شكرنا. فيقول: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل عليه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما خلق وشر ما فيك ومن شرك.